بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى شرح باقي دروس الحضارات في الوطن العربي، لهن حضارة الشام وحضارة بلاد الرافدين وحضارة شبه الجزيرة العربية. نبدأ بدايتنا بحضارة بلاد الشام اللي هي الدرس الثالث. لما نقول لك حضارة الشام، وقبل أن أنتقل لك لعصر الدرس، حضارة الشام يقصد بها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين حاليا. الأربع دول هذين حاليا لهن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذين يمثلن حضارة بلاد الشام قديما. حضارة بلاد الشام عندنا فيها عناصر درسها، النقطة رقم واحد هجرة العرب إلى بلاد الشام، ورقم اثنين أهم ما اشتهرت به حضارة بلاد الشام. نزول الأول عنصر في عناصر درسنا اليوم ونقوله ليش هاجروا العرب أو الجماعات البشرية من شبه الجزيرة العربية للشام، ليش كانت الهجرة؟ نقول أول حاجة سبب هجرتهم أنه هو الجفاف اللي حل في شبه الجزيرة العربية، فاضطرت بعض القبائل أو بعض الجماعات البشرية إلى الهجرة للتعايش، يدوروا في مكان الغذاء والماء. قلنا الإنسان القديم أغلب حياته كانت ترحال، يستقر في المكان اللي فيه الماء والغذاء، فلما حصل فصل الجفاف هاجروا من وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية إلى الشمال واستقروا في الشام وبدأوا فيها حياتهم. بدأوا الاستقرار في بلاد الشام وأنشأوا دويلات صغيرة وبدأوا يكونوا جيران وتواصلوا مع جيرانهم. أنجو الحضارة الشام عندها ميزة، كل حضارة عندها ميزة تميزها عن حضارة تانية، يعني كل حد يعقب لنا حاجة نتذكر بها حضارته. أنجو الحاجات اللي اشتهرت بهم بلاد الشام أو أهم ما اشتهرت به بلاد الشام، اشتهروا بالزراعة لأنهم يطلوا على مناطق ساحلية، فكانت حرفة، نحن قلنا سكان السواحل دائما حرفتهم زراعة، ولكن ما نزلش معناها انهم زراعه ما يرعوش، لا يشتغلوا معاها حتى بالرعي، يعني زراعه لازم تتبعها رعي لانها منطقه ساحليه، لازم يربوا حيوانات باش يستفيدوا منها. اوجه الاستفاده من الحيوانات سواء كان لحومها، البانها، جلودها، فهم كانوا يشتغلوا بالزراعه والرعي وتربيه الحيوانات. ثاني حاجه، بما انهم على منطقه ساحليه فمعناها لهم في بحار، في انهار عندهم، فكانت عندهم حرفه صيد الاسماك، كانوا يستفيدوا من البحر في صيد الاسماك ويستفيدوا منها في غذائهم. كانوا عندهم تجاره، طبيعي ان لما تكون حضاره في عندك جيران في مدن في جنبك تبي تتبادل التجاره، منتجاتك التجاريه سواء من صنعتهم كانت فخار، سواء ان ملابس، سواء ان اي كان حاجه يتجروا فيها، فكانوا عندهم جيران ويتواصلوا معهم بالتجاره. النقطه اللي بعدها في بلاد الشام عندنا ركوب البحر، بما انهم قاعدين على البحر فبدوا انهم ما ينشؤوا في زوارق صغيره. لما نقول لك زوارق اللي هم قوارب صغيره، نجوم بحثوا، نعطيكم اقرب مثال نجوم الرسوم المتحركه. لو نجوم بحثوا كيف كانوا يصنعوا من الالواح يشدوا فيهن على بعضهن ويربطوا فيهن بالخيوط نتاع النباتات الكبيره ويكونوا به زورق ويديروا له الشراع ويبحروا به مسافه بسيطه، لانه هو كان في البدايه يخاف من البحر، يبحروا به مسافه بسيطه باش يقدر يصيد الاسماك نتاعها ويرد. بعد تطور الحياه البشريه توصلوا الى صناعه سفن تبحر بهم مسافات كبيره، وتوصلت لوضعنا الحاضر اليوم لصناعه بواخر كبيره تعبر في المحيطات. لكن هم حياتهم زمان كانوا عباره عن زوارق، ثم طورت لصناعه سفن كانوا في البدايه يستفيدوا منها في الصيد ثم في التجاره، ثم فشاركت بهم هذه السفن في الحروب وكونوا بها اساطيل بحريه. انجو التقويمنا حطينا اسئله على حضاره الشام، برضو يعني سؤالين خاطي اسئله لنهايه الوحده، لان هو في الكتاب المدرسي ذكر لك مره واحده نهايه الوحده الثالثه حط لك عليها اسئله، حاولت اني نضيف لك انا كم سؤال نحاول ان نفهم بهن اللي قريناه. السؤال الاول، لماذا هاجر العرب الى بلاد الشام؟ سؤال سهل وبسيط، هم هاجروا الى بلاد الشام بسبب الجفاف اللي حل في وسط وجنوب شبه الجزيره العربيه، فهاجروا الى الشمال واستقروا في بلاد الشام. نزول السؤال الثاني، أهم ما اشتهرت به حضارة الشام، وزي ما قلت لكم اشتهرت حضارة الشام بعدة مميزات، الاهتمام بالزراعة والرعي وتربية الحيوانات وصيد الأسماك، واهتموا بالتجارة وركوب البحر، واهتموا بالصناعة وصنعوا خاصة السفن اللي احتاجوا إليها في قلنا الرحلات البحرية والتجارة، وبعدين خذوا بها حروب برضو، وبرضو توصل لمعرفة الكتابة. نجو للحضارة الثانية، حضارة بلاد الرافدين، برضو في جماعات بشرية استقرت في الشام وفي جماعات بشرية انتقلت وعدت الأرض الرافدين وقامت بها حضارة كبيرة. طبعا حضارة بلاد الرافدين حضارة عريقة، ولما نقول لك بلاد الرافدين نقصد بها العراق حاليا. العراق حاليا هي ما يعرف بسابقا بحضارة بلاد الرافدين. لما نقول لك حضارة الرافدين أول حاجة
في عناصر درسنا عندك النقطة رقم واحد على ماذا يطلق اسم الرافدين، والنقطة الثانية مظاهر حضارة بلاد الرافدين. لمن جو على ماذا يطلق اسم الرافدين؟ اسم الرافدين يطلق على نهري دجلة والفرات اللي هن يمرن بكم دولة، لكن حضارة قامت على نهري دجلة والفرات حضارة عريقة كبيرة، حضارة بلاد الرافدين اللي هي في ما يعرف العراق حاليا، لأن نهري دجلة والفرات نهرين كبار، كانت الأرض متاعهم خصبة صالحة للزراعة، كانت تقدر تقوم عليها حضارة كبيرة، فلذلك بعض القبائل هاجرت ما استقرتش بالشام وقدمت لقدام في طريقها واستقرت في بلاد الرافدين وأنشأت حضارتها. كونوا حضارة متعددة وحضارة كبيرة وحضارة مزدهرة. لو نجوم بحثوا في حضارة بلاد الرافدين كان فيها حدائق بابل المعلقة اللي هي إحدى عجائب الدنيا، يعني حضارتهم كانت جميلة جدا مزدهرة جدا، كانت عندهم حياتهم خاصة بهم تختلف عن الحضارة الليبية وتختلف عن حضارة بلاد الشام. أول حاجة عندهم إن هم لما أقاموا مدنهم في حضارة بلاد الرافدين أحاطوها بالأسوار والخنادق، كانوا يعني لما يبنوا مدينة لازم يديروا عليها سور يديروا عليها خندق. نقول السور شنو هو؟ السور لو جيت بحث في المدرسة متاعك المبنى متاع المدرسة يحيط به سور، السور هذا يحميها من أي حاجة، يحميها ان ما يدخلهاش الا الطلبه والمعلمين والكادر الاداري بالكامل، ما يجيش اي حد من برا يعبث في المدرسه يخش لها او يعبث بمحتويات المدرسه. فهم نفس الشيء داروا سور على المدينه بتاعهم باش يحميها ما يخش لهمش اي عدو او اي غريب على المدينه، او كانوا يديروا في خندق. ونجول الخندق اللي هو يحفروا في حفره عميقه تحيط بالمدينه بحيث ان ما يقدرش يخش الا من مدخل المدينه الرئيسي فقط، ما كانوش يحفروا قدام خندق المدخل بتاع المدينه، وكان يحطوا له مجموعه او حاميه من الجند تحرس مدخل المدينه، لكن باقي المدينه يحط بها يا اما سور يا اما خندق لحمايتها. هذا بالنسبه لطريقه اقامه مدنهم. انجو الاهم مظاهر حضاره بلاد الرافدين. من حضاره بلاد الرافدين قلنا كانت حضاره مزدهره وكان عندها حتى هي مظاهر للحضاره متاعها. اول شيء في حياه بلاد الرافدين كان عندهم حاجه حطوا قوانين نظمت حياتهم. كانت اول حضاره تخضع لقوانين تنظم حياتها، ما ازدهرتش حضارتهم من فراغ بل هم طوروها. لما وضعوا قوانين تنظم حياتهم، لما تجي اول ما تبدا انت تبحث في وين تبدا تبحث في حوشكم، لازم في قوانين عندك في الحوش، لازم في اكيد عندك توقيت معين تتفرج فيه على التلفزيون، توقيت معين تاكل فيه، توقيت معين تقرا فيه قرايتك، توقيت معين ترقد فيه، واذا كان في قوانين في حوشك منظمه حتمشي حياه الاسره منظمه. نفس الشيء لما تقعد قوانين في المدينه منظمه تمشي منظمه، لما تقعد في قوانين في الدوله منظمه تتطور الدوله هذه وتمشي حياتها منظمه. فحضاره بلاد الرافدين اول حاجه وضعوا قوانين نظمت امور حياتها. لما نجول القوانين، من اشهر القوانين اللي حطوها في بلاد الرافدين قوانين حمورابي. نعطيكم امثله على القوانين بتاع حمورابي. اول حاجه مثلا داروا تسعيره للمواد الخام اللي يشتغلوا بها. الناس اللي عندها مواد خام مثلا فلاح وعنده قطعة ارض وعنده محصول زراعي، خذا المحصول الزراعي بتاع هذا وبيبيعه، فحطوا لهم تسعيره للمواد بحيث ان التاجر ما يقعدش غالي في السعر بتاعه الباقي المستهلكين او المواطنين اللي بيشروا منه. مثلا داروا تثبيت قانون ثاني تثبيت اجور العمال. عندهم اجور للعمال، العامل اللي يشتغل في مزرعه فيه مالك للمزرعه وفيه فلاحين يشتغلوا فيها. الفلاح لما يشتغل بالاجر بتاعه فيه رئيس مزرعه او مالك مزرعه، هذا يعني يقدروا زي ما نقولوا كريم ودير راتب كويس للعامل عنده، وفي اللي لا دير راتب ضعيف او ياكل في حق الفلاح. فحمورابي وضع قوانين نظمت فيها اجور العمال انك انت تتقيد باجر معين للعامل اللي يشتغل عندك. وضعوا قوانين للسرقه، زي ما عندك تو قانون احنا عندنا يسرق يعاقب، نفس الشيء كان عندهم اللي يسرق يعاقب، يعني لما انت تدير حاجه لازم تعاقب عليها. نعطيك مثلا قانون الاحوال الشخصيه، مثلا في قوانين نظمت الزواج والطلاق والحالات الشخصيه، يعني حياتهم الشخصيه. قوانين حمورابي طبعا مجموعه قوانين عديده، لكن انا اعطيتك منها بعض الامثله ووريتك شنو معنى ان هم حطوا قوانين نظمت امور حياتهم. نجول تاني نقطه عندهم مظاهر حضاره بلاد الرافدين اللي هم اهتموا بالزراعه. بما ان حياتهم كانت على نهري دجله والفرات، معناها عندهم ارض خصبه صالحه للزراعه، فاهتموا اهتمام كبير بالزراعه. انجلوا النقطة الثالثة، توصلوا إلى معرفة الكتابة. كانت الكتابة في بلاد الرافدين تختلف عنها في بلاد الشام، تختلف عنها في الحضارة الليبية. الحضارة الليبية لو تتذكروا معايا قلت لكم إن هم كانوا يكتبوا من أسفل إلى أعلى، تكونت من 30 حرف، لكن حضارة بلاد الرافدين كانت تختلف، كانت الأحرف بتاعهم عبارة عن 28 حرف، وكانت الكتابة تسمى عندهم بالكتابة المسمارية لأن كتبوها
على الواء زي ما نقولوا صنعوا زي الأقلام مدببة تشبه المسمار، فسموا عليها الكتابة بتاعهم مسمارية، وكان ينحتوا فيها على ألواح من الطين. ياخذ لوح يعجن عليه الطين بالمية باش يقعد سائل، يحطها على اللوحة وينقشها بالمسمار بتاع اللي صنعها بيه، وتنشف وتقعد عندهم خلاص واضحة على اللوحة، وسموها الكتابة المسمارية. حضارة بلاد الرافدين وصلوا إلى معرفة الكتابة وسميت بالكتابة المسمارية. برضو حطيت لكم بعض الأسئلة على حضارة بلاد الرافدين باش تستفيدوا منها وتحلوها وتراجعوا اللي قلناه توا، اللي هي أول سؤال: على ماذا يطلق اسم الرافدين؟ وقلنا كان يطلق اسم الرافدين على نهري دجلة والفرات. السؤال الثاني: لماذا أحاطوا مدنهم بالأسوار والخنادق؟ جبت السؤال هذه كلمة واحدة كافيتة واضحة لحمايتها، هم داروا أسوار ومدن، داروا أسوار وخنادق على المدن بتاعهم عشان يحموها. السؤال الثالث: وما هي مظاهر حضارة بلاد الرافدين؟ وقلنا عندهم 3 مظاهر في حضارة بلاد الرافدين: أول حاجة وضعوا قوانين تنظم حياتهم، ثاني حاجة اهتموا بالزراعة، ثالث حاجة توصلوا إلى معرفة الكتابة اللي هي الكتابة المسمارية. أنجو للحضارة الأخيرة اللي هي متمثلة في حضارة شبه الجزيرة العربية، وهو الدرس الخامس والأخير في الوحدة الثالثة لمنهج التاريخ. أنجو لحضارة شبه الجزيرة العربية، طبعا احنا قلنا إن هم العرب أول ما أنشأوا حضارتهم في شبه الجزيرة العربية، أول حضارة كانت قائمة في الدنيا هذه في شبه الجزيرة العربية. بعد حصل فصل الجفاف انتقلوا منها وداروا حضارات، كونوا حضارة في بلاد الشام، وكونوا حضارة في بلاد الرافدين، وكونوا الحضارة الليبية، وكونوا الحضارة المصرية. لكن نزول الحضارة في شبه الجزيرة العربية، لما صار عندنا عناصر الدرس بتاعنا هجرة القبائل من شبه الجزيرة العربية، عندنا أهم ما تركته لنا القبائل في شبه الجزيرة العربية. نزول هجرة القبائل من شبه الجزيرة العربية، وقلنا إن هم انتقلوا أو هاجروا من شبه الجزيرة العربية، عدوا سيبوا الوسط والجنوب اللي صار فيه الجفاف وانتقلوا للشمال اللي كانت فيه الأوضاع الطبيعية أحسن وما كانش فيه جفاف. هم لما طلعوا من شبه الجزيرة العربية في بعض القبائل تمسكت بالمكان بتاعها، قعدت في مكانها ورفضت إن هي تهاجر، وقالوا نحن نحاولوا ننتحالوا على الجفاف ونعيشوا عيشتنا في مكاننا ما نطلعوش منه. قعدوا في مكانهم وحاولوا إن يطوروا حياتهم في مكانهم. كان لما يزيد عددهم واجد ومعاش يعرفوا كيف يتصرفوا في حياتهم، يهاجر منهم مجموعة كبيرة ويعدوا يلتحقوا يا إما بحضارة الشام، يا إما بالرافدين، يا إما بالحضارة الليبية. لكن فيه قلة قليلة قاعدة دارت حضارتها وعقبت لنا حاجات أو آثار الهم هم إن هم في حضارة قامت في شبه الجزيرة العربية وما انتهتش وطورت حياتها. نجو شن تركت لنا القبائل بتاع شبه الجزيرة العربية؟ اشتهروا في شبه الجزيرة العربية بالتنظيمات السياسية. لما نقول لك اشتهروا بالتنظيمات السياسية، حطوا تنظيمات سياسية، قلنا في حضارة بلاد الرافدين حطوا قوانين نظمت حياتهم، برضو في شبه الجزيرة العربية وضعوا قوانين سياسية، يعني تنظيماتهم كانت سياسية. يختلف كان نظام الحكم عندهم من كل قبيلة، السياسة متاعهم تختلف، يعني كل قبيلة عندها لها شيء معين ماشية به في حكمها، في رئيس قبيلتها، في كيف ينصبوا الرئيس متاعهم، في كيف يتاجروا مع جيرانهم، في كيف يتعاملوا مع مثلا اللي هو يقعد خارج على القانون بتاع القبيله. فهم حتى هم وضعوا تنظيمات سياسيه خاصه بكل قبيله على حده. النقطه الثانيه ان هم اهتموا بالتجاره، بما انهم هم سكان دواخل فكانت حرفتهم يا اما تجاره يا اما رعي. أنجول التجارة كانوا يتبادلوا فيها مع بلدان آسيا وأفريقيا، يعني هم يدزوا في التجارة بتاعهم اللي عنده وصلوا بيها لدول آسيا ودول أفريقيا أو الحضارات اللي كانت قائمة في آسيا وفي أفريقيا. اهتموا بالزراعة برضو لأن عندهم بعض المكانات فين زي الواحات فين مصادر المية فداروا فيها زراعة، وعشان يطوروا الزراعة بتاعهم الوقت اللي تمطر فيه المطر عندهم كانوا ينشئوا في سدود، وأهم سد مأرب باليمن، سد كبير كان سد مأرب، السد اللي هو خذيتوه في مادة الجغرافيا عبارة عن مبنى ضخم يحتجز مياه الأمطار للاستفادة منها في وقت لاحق. نفس الشيء هم كانوا ينشئوا في السدود هذين، داروا السد يبنوه وتخزن فيه المياه متاع الأمطار باش يستفيدوا منها في الزراعة وفي الري وفي حياتهم، في رعي حيواناتهم، حياتهم اليومية. فهم تحايلوا على الجفاف بإنشاء السدود وطوروا بها أنفسهم واهتموا بزراعتهم، وهذا اللي عقبت لنا قبائل شبه الجزيرة العربية. يعني هم نعاودوا اشتهروا بتوضع تنظيمات سياسية، مارسوا التجارة مع بلدان آسيا وأفريقيا، اهتموا بالزراعة وإنشاء السدود وأهم سد مأرب في اليمن. نجو للتقويم برضو حطينا أسئلة اللي هن نقولوا أسئلة بسيطة للدرس تبع للدرس. السؤال الأول: بماذا اشتهرت قبائل شبه الجزيرة العربية؟ قلنا قبائل شبه الجزيرة العربية اشتهرت بوضع تنظيمات سياسية
لكل قبيلة. السؤال الثاني، ما هو أهم السدود في شبه الجزيرة العربية؟ وذكرناه اللي هو سد مأرب ببلاد اليمن. عندكم في حاجة أسئلة الكتاب الكبير اللي هي صفحة 37، عندك فيها حاط لك أسئلة بسيطة، هنا عبارة عن 3 أسئلة، سؤال أكملي وسؤالين، أذكر أهم ما تميز به حضارة وادي الرافدين، ثم ماذا تعرف عن حضارة شبه الجزيرة العربية؟ حاولوا أنكم تحلون مع أسئلة التقويمات، وبك نكون نهيت معكم الوحدة الثالثة والأخيرة في منهج التاريخ للصف الرابع، وأتمنى من الله التوفيق.